السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هتكلم على مشكله بتواجه بنات وسيدات كتير، وهو نقص هرمون الاستروجين سواء بصوره طبيعيه او بصوره فسيولوجيه او بسبب كبر السن، اللي هي التغيرات الهرمونيه اللي بتصيب السيده قبل انقطاع الطمس او بعد انقطاع الطمس. معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس واستشاري تغذية علاجية. كتير من البنات بيجولي في العيادة والسيدات عندهم مشكلة إن علامات الأنوثة عندهم أقل شوية من الطبيعي، يعني بيبقوا عايزين يظهروها بصورة أكتر، بصورة طبيعية من غير ما يتعرضوا لهرمونات أو علاجات من برة. وكتير من السيدات قبل سن انقطاع الطمس وبعد سن انقطاع الطمس بيحصل لهم هبات سخنة، بيحصل لهم تغيرات في المزاج، بيحصل لهم مشاكل صحية كتيرة قوي، وبيبقوا عايزين يعرفوا ازاي يحلوا المشكلة دي من غير ما يتناولوا هرمونات من برة او علاجات هرمونية من برة. احب انوه قبل ما اتكلم عن الهرمونات الطبيعية او المصادر الطبيعية للاستروجين الطبيعي، ان الهرمونات اللي احنا بنتناولها من برة الدراسات اثبتت انه كلها لها علاقة وثيقة بزيادة نسبة سرطان الثدي والسرطان في الجسم كله. فعشان كده لا انصح احد ان هو يتناول اي هرمونات علاجية من برة. في كتير من البنات عشان يزودوا حجم الثدي بيدهنوا هرمونات بتحتوي على نسبة استروجين مصنع من برة، ده برضو بيزود نسبة حدوث سرطان الثدي. فان شاء الله النهاردة هنتعرف على الاكلات والاطعمة والاغذية اللي هي تزود لنا هرمون الاستروجين بصورة طبيعية من غير ما تضر الجسم. بالعكس، الاغذية اللي انا هقولها كلها لها فوائد تانية اخرى، لانها غنية بمضادات الأكسدة، يعني بتحمينا من السرطان، بتحمينا من الأمراض المزمنة، وده اللي هنتعرف عنه النهاردة. والأغذية دي اسمها فايتو استروجين. يعني ايه فايتو استروجين؟ يعني استروجين نباتي بيشبه في مفعوله وعمله بالضبط زي الاستروجين الطبيعي اللي بيفرز في جسم اي بنت او اي سيدة. يعني ايه؟ يعني بيساعد على ظهور علامات الأنوثة، بيساعد على إبرازها بصورة كويسة، وبيساعد السيدة اللي هي قبل انقطاع الطمس وبعد انقطاع الطمس على التغلب على الهبات السخنة وعلى الأعراض الجانبية التانية اللي بتعاني منها، وبيساعد أيضا على انتظام الدورة الشهرية. طيب ايه هي اهم الأغذية اللي هي لازم نفكر فيها لما نكون كلنا محتاجين نزود هرمون الاستروجين؟ وانا بنصح كل بنت وكل سيدة ان الأغذية دي حلوة قوي ليكي في كل مراحل عمرك. ايه هي الأغذية دي؟ اول حاجة من الأغذية المكسرات، وبالذات الفستق الحلبي. المكسرات والفستق الحلبي بتحتوي على نسبة عالية جدا من الفايتو استروجين، وبتعلي الاستروجين في جسمنا بصورة طبيعية، بالإضافة الى انها بتحتوي على فيتامينات واملاح معدنية وزنك ومضادات اكسدة، يعني حاجة مفيدة لجسمنا كله. اي بنت ضعيفة ونحيفة او اي سيدة ضعيفة ونحيفة بتسمعني تاكل من المكسرات زي ما هي عايزة. الناس اللي وزنهم زيادة شوية او عندهم وزن زيادة ياكلوا بمعدل ملء الايد وهي مضمومة بين الفطار والغدا او بين الغدا والعشاء. تاني حاجة حلوة قوي من البذور، بذور الكتان. بذور الكتان المطحونة، عشان نستفيد منها لازم تكون مطحونة. نتناولها بمعدل قد ايه؟ معلقة صغيرة مرتين يوميا، وحلوة نضيفها على الاكل كله، نضيفها على الزبادي. بذور الكتان مش بس بتزود الاستروجين في جسمنا بصورة طبيعية، ده كمان بتحتوي على الاوميجا 3، والاوميجا 3 ده بينزل نسبة الدهون الثلاثية في الدم وبيحسن المود. ايضا من ضمن الاغذية الحلوة قوي بذور دوار الشمس، اللي هي عندنا في مصر بنسميها اللب السوري. اللب السوري او بذور دوار الشمس. اللب السوري او بذور دوار الشمس بيرفع الاستروجين في جسمنا بصورة طبيعية حلوة قوي من غير ما يأثر او يدي اعراض جانبية، وبنصح به كل سيدة وكل بنت بتسمعني، وكل سيدة كبيرة وعندها مشكلة في اعراض الطمس او انقطاع الطمس. ايضا من الاغذية الحلوة قوي وهو توم وزيت الزيتون. التوم مفيد قوي قوي لانه بيحتوي على مضادات الاكسدة وبيحتوي على ايزوفلافونويد. الايزوفلافونويد دي بتساعد على انتاج الاستروجين بصورة طبيعية. طيب نتناول التوم ازاي؟ المفروض نتناوله بصورة طازجة بمعدل 3 فصوص يوميا، نشرحهم ونبلعهم على طول، مش لازم نمضغهم. وهقول لكم كمان على طريقة طبيعية قوي لتناول التوم الطازج بصورة ممتعة من غير ما نتضايق، اللي هو نوعين من المخلل
مخلل حلوين قوي اهالينا زمان كانوا بيعملوها واحيانا احنا دلوقتي بنعملها، وهو البدنجان مخلل اللي هو محشي بالثوم الطازج بالزيت الزيتون وبالليمون والفلفل الالوان، وكذلك الطماطم ثوم الطازج اللي هو المفروم بزيت الزيتون بالليمون بفلفل الالوان. اللي انا قلتهم دول كلهم، الثوم والليمون وزيت الزيتون وفلفل الالوان، كلهم بيعلوا الاستروجين في جسمنا. فممكن كلنا بدل ما نحط مخللات في الوجبة بتاعتنا او طبق المخللات ده اساسي في وجباتنا، نلغي الطبق ده ونحط بداله المخللات المفيدة زي مخلل البدنجان بالثوم، طماطم بالثوم. طيب في بقى نقطة مهمة قوي حلوة قوي، وهو زيت الزيتون والزيتون نفسه. احنا لو كلنا زيت الزيتون والزيتون نفسه ده بيزود فايتو استروجين في جسمنا او الاستروجين الطبيعي بصورة رائعة جدا، بالاضافة الى اننا هنستفيد من فوائد زيت الزيتون. زيت الزيتون نضيفه لاكلنا كله. زيت الزيتون مضاد اكسدة قوي جدا، بيشيل السموم والشوارد الحرة من جسمنا، وبينزل نسبة الدهون الضارة، وبيعلي نسبة الدهون النافعة، وبيحسن المود. فحاجة حلوة قوي تكون في اكلنا ونضيفه لاكلنا كله بصورة طازجة. ايضا من المشروبات الحلوة قوي اللي هي بترفع الاستروجين في جسمنا، وهو مشروب القهوة. فنجان القهوة ده بيرفع الاستروجين بصورة رائعة جدا، بالاضافة الى ان هو بيحتوي على مضادات اكسدة وبيساعدنا على الانتباه والتركيز، بس المفروض ان احنا نتناوله باعتدال. يعني ايه؟ نشرب من فنجان لفنجانين يوميا، ما نكترش عن كده. ولو ضفنا الفنجان القهوة حوالي ربع معلقة من الكركم، الكركم كمان بيزود هرمون الاستروجين بصورة طبيعية في جسمنا. ايضا من الحاجات الحلوة قوي والمشروبات الحلوة قوي مشروب اليانسون ومشروب الميرامية او المريمية. مشروب اليانسون بيزود الاستروجين بصورة طبيعية، وفي نفس الوقت بينزل الضغط. الناس اللي عندها ضغط عالي وعايزة تستفيد من اغذية فيها استروجين، مشروب اليانسون بمعدل كوباية لثلاث كوبايات يوميا هينزل لها الضغط وهيزود لها الاستروجين في جسمها بصورة طبيعية. ايضا الميرامية بتزود الاستروجين بصورة طبيعية. ايضا من المشروبات الحلوة قوي العرق سوس. العرق سوس بيرفع الاستروجين في جسمنا بصورة طبيعية، لان هو بيعمل كمنشط للغدة الكظرية. فالغدة الكظرية لما بيحصل لها تنشيط بيزيد افراز هرمون الاستروجين بصورة طبيعية في جسمنا، وبيرفع الضغط في نفس الوقت. فكل الناس تتناول العرق سوس الا الناس اللي عندها ضغط عالي. الناس اللي عندها ضغط عالي تتجنب العرق سوس. ايضا من ضمن الفواكه الحلوة قوي اللي لازم نركز عليها وبترفع هرمون الاستروجين بصورة طبيعية، الفواكه اللي هي بتحتوي على نسبة عالية جدا من مضادات الاكسدة. الفواكه اللي هي لونها احمر غامق او لونها اسود، زي ايه؟ زي الفراولة، زي التوت، زي العنب الاسود، زي العنب الاحمر، زي الرمان. كل الفواكه دي غنية بالفلافونويد، مضادات الاكسدة، بتساعد على رفع الاستروجين في جسمنا بصورة طبيعية، بالاضافة الى انها بتحمينا كمان من السرطان. ايضا من ضمن الفواكه البسيطة والرخيصة وتحت ايدينا كل الفواكه الغنية بفيتامين سي، زي البرتقال، زي الجوافة، زي الكيوي، كلهم من الحاجات الحلوة قوي اللي بترفع الاستروجين بصورة طبيعية. طيب ايه هي اهم الخضروات اللي بترفع الاستروجين في جسمنا بصورة طبيعية وبتفيدنا كمان فوائد تانية كتير؟ اهمها الارنبيط والبروكلي والفاصوليا الخضراء والبنجر. والبنجر ده حاجة رائعة، مش بس بيرفع نسبة الاستروجين في الدم، ده غني جدا بمضادات الاكسدة، وكمان بيرفع نسبة الحديد اللي في الدم لانه غني بالحديد، وبيساعد على علاج الانيميا. فلو في بنت او سيدة نحيفة او ضعيفة وعندها علامات الانوثة مش ظاهرة قوي، بالنسبة لها مشروب البنجر من الحاجات الرائعة جدا اللي تساعدها على علاج الانيميا والنحافة، وفي نفس الوقت تساعدها على اظهار علامات البلوغ واضحة. ايضا من ضمن الحاجات الحلوة او العوامل الاخرى لزيادة هرمون الانوثة بصورة طبيعية، هو ممارسة الرياضة بصورة منتظمة معتدلة. الرياضة لو حرصنا عليها كلنا كسيدات وبنات ان احنا نمارسها بصورة منتظمة وبطريقة معتدلة، ده بيزود نسبة الاستروجين بصورة طبيعية في جسمنا. بس يجب ان نتجنب الرياضات العنيفة والافراط في الرياضات العنيفة، لان دي بتقلل الاستروجين. ايضا من الحاجات الحلوة قوي اعشاب، في عشب اسمه الكهوش الاسود. الكهوش الاسود غني جدا جدا بالفايتو استروجين والاستروجين الطبيعي. ده بنصح به كل بنت وسيدة وعندها اي مشكلة المشاكل اللي انا قلتها في الاول، وفعلا بيزود الاستروجين بصورة طبيعية. طب هل في فيتامينات تساعدنا على رفع الاستروجين بصورة طبيعية وتحمينا من السرطان؟ في
ثلاث فيتامينات حلوة قوي، فيتامين إي كبسول بمعدل 400 وحدة يوميا، فيتامين سي المركب إقراص ومعدل 1000 ميلي جرام يوميا، وفيتامين بيتا كاروتين بمعدل كبسولة الكبسولتين يوميا على حسب الحالة. إحنا لو حرصنا على الأكلات اللي أنا قلتها والمشروبات اللي أنا قلتها والفيتامينات اللي أنا قلتها، استروجين في جسمنا هيفضل بالمعدل الطبيعي وهيزيد للناس اللي عندها نقص في الاستروجين من غير ما يحصل لنا سرطان أو يحصل لنا مشاكل صحية. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، سلام عليكم.